يعني بدك تبيع العلالي؟ اختارت لان ماكو شغل، شغل ماكو، شغل قليل ماكو، يعني لازم ابيع العلالي لحتى لاهلي نمشي الامور. ايش قد عدد افراد عائلتك هنا؟ تسعة. زين ومنو اللي يعينكم؟ والله اني معتمدين علي وعلى اخويا الكبير، اخويا الكبير يدفع عربانه كل يوم يجيب لنا 10. وانت ايش قاعد تحصل؟ انا احصل 5 هيك اخذ بهم اسواق للعشاء وغدا للبيت يوميا. قاعدين ايجار اكيد؟ اي ايجار. ايش قد الايجار مالك؟ الايجار 350. يعني يا دوب واخوك للايجار يشتغلون وانت تشتغل للمعيشه. انا واخويا ان شاء الله نشتغل للمعيشه. اهلا وسهلا بعلي. علاوي انت بياصا؟ 5 دار. زين وبعدك بالمدرسه لو مبطل؟ بعدني بالمدرسه. يعني داوم هنا بسليمانيه؟ لا والله ما اخذ مدرسه. ليش يعني قدمت طلب للتربيه ولا؟ اي ابوي قدم بس قالوا لا لا كتاب نقل يلا. من اي محافظه؟ بغداد. زين انت وافراد عائلتك هنا وايش قد عددهم؟ انا موفرهم انا واخويا وعددنا 7. وانت اللي تعيشهم؟ اي والله باب طلع اجار البيت. ايش قد تحصل باليوم من هذا البيت؟ لا 5 لو 10. والايجار مالتكم ايش قد؟ 350. يعني يا دوب انت تطلع الايجار. اي والله مفروض المعيشه. شنو اسمك؟ عبد الله صبيح من الزهرثمان. اعزائي نعم اهلا وسهلا بك. من اي محافظه؟ حله اسكندريه. نعم صار لك ايش قد هنا؟ صار لي 3 شهور ونص. زين انت بالمدرسه عبد الله لونا؟ والله هي عفت المدرسه. ليش عفتها؟ والله شويه مو شاطر وهاي. زين واهلك قبلوا على هالموضوع؟ والله اللي ما قبلوا بس انا حاولت ودققت واخر شيء عفتها. يعني جبرتهم؟ جبرتهم. كنت بياصف وتركت المدرسه؟ انا كنت اول متوسط. ليش تبيع مي هسه؟ حتى اطلع مصرف منه. انتوا كم شخص بالبيت هنا؟ 7. 7 نفرات. نعم. وعيشة أهلك عليك؟ نعم. زين وش قد تطلع يوميتك هنا؟ أنا بأيام هاي فترة العيد أطلع 120-130. 100. نعم. هسه أطلع 20. 20 باليوم؟ إي كانت 30 هسه شوية سوق مو شي. نعم. أطلع 20-15. وإيجاركم ايش قد؟ إيجار 400. يعني يا دوب أنت الطلعة يكفي الإيجار؟ وشوية مصرف. نعم أو عندي أخي يشتغل خلفه. ليش تحب تقول للجهات المسؤولة؟ والله أحب إن شاء الله بس خلي الوضع يهدأ ونرجع لمناطقنا، نرجع لأصدقائي. شو اسمك؟ حسين. هلا وحسوني. منين جاي حسوني؟ والله من صلاح الدين. اهلا وسهلا بك. انت واهلك جايين هنا؟ اي انا واهلي. زين ايش قد عدد افراد عائلتك؟ والله 6. 6. وانت ليش جيتوا هنا؟ والله قصف عنينا وصواريخ وبيوت تهدمت وهاي كلها ماتت. زين هنا وين ساكنين؟ بشهيدان. صارت هنا؟ اه. وايش قد ايجار تدفعون؟ والله 3 اوراق. زين انت بالمدرسه لو مبطل؟ انا بالمدرسه بس احنا بيتنا بصلاح الدين بالمدرسه بس قصف صواريخ خايه وما قدرنا ايش اسمه ما قدرنا ندرس وجيت هنا جاي بيع علالي. يا صف كنت؟ كنت بالرابع رحت للخامس. زين انت ليش تبيع علالي؟ ها؟ ليش تبيع علالي؟ غير عيش اهلي. يعني انت معيشتهم معتمده عليك؟ ايه. وش قد تحصل من هاي البيع؟ والله علاقه بربع. يوميتك ايش قد تطلع؟ 2000 3000. وتكفيكم انتو 6 نفرات؟ لا والله ما تكفيني. سلطنا ضوء اليوم على بعض الاطفال النازحين من بعض المحافظات العراقيه، وشفتوا شلون هو مستقبلهم ديضيع امام انظار الحكومه والمسؤولين، وما حد ينظر لهم بعين الاعتبار، ومستقبلهم ديضيع بدل ان يكملوا دراستهم ويكونون الان هم في مدارسهم، بدا يشوفون انه هم دا يعملون في اسواق مدينه السليمانيه، نتمنى لهم مستقبل افضل وان يرجعون الى اماكنهم وبيوتهم سالمين امنين. نضرب تقرير اخر في امان الله. صعب على واحد انه يعني يقول انا متشائم،
لكن لأنه خطأ، يعني معناه التشاؤم معناته إنه خلاص نقول إنه الحياة انتهت، لكن أكو ألم كبير إنه إحنا نشوف الأطفال النازحين، يعني أكيد ناس كانت عايشة بمنازل ووضع وأطفال يروحون للمدارس، كل شيء انتهى أمامهم، وهذا وفوق هذا أكو ماضي مؤلم. يعني من يقول هذا صاروخ ترك، يعني كلمة مؤلمة. أنا أشوف الصاروخ أو إحنا هربنا وإحنا شردنا وتركنا أغراضنا وأهلنا وأصدقائنا وجيراننا، كل هذه المفردات هي تشكل شيء كبير عند هذا الطفل اللي راح يكبر تكبر همومه ومشاكله ومعاناته وياه. إحنا إذا بقينا استمرينا إنه فقط نغني على هذه المشاكل، أكيد راح ينتهي هذا الجيل ونخسر إحنا العراق بأكمله. نحتاج إلى إنه البلد إنه لازم ينهي هذه المشكلة ويرجعون الناس ويرجعون إلى حياتهم الطبيعية، هو هذا الحل الوحيد. ولا إحنا تقديم المساعدة، تقديم العون، تقديم المساعدة إنه أنت تحرر بلدك وترجع الناس إلى مكانها، هو هاي المساعدة الوحيدة والحل الأمثل، لإنه بعد ذلك نحاول تأهيل الناس، تأهيل نفسيتهم وإعادتهم إلى توازنهم ووضعهم الحقيقي. أكو ناس إحنا لازلنا نعاني من موضوع الحصار والحروب الماضية، فما حال بهذه الحروب أو هذه الحرب الأخيرة أو هذا اللي صار آخر شيء، شيء لا يعقل، لأنه شيء أكبر من حتى إنه العقل البشري. فصعب التأهيل، تأهيل الإنسان العراقي راح يكون صعب. اللي شافه بعينه الله يساعده، أكو ناس توصل لها الأخبار هي صايرة بعقلها، يعني لأنه الوضع كبير أو المأساة كبيرة. حتى مو الله يساعد العقل البشري، لا، العقل يوقف خلاص من يشوف طفل يقول إنه أنا حصل لو 2000 لو 3000 وإحنا 7 نفرات، وهذا 2000 و3000 وإحنا مأجرين ب3 أوراق، ترى فتشي كله صعب. زين إذا 2000 و3000 باليوم هذا ذا يشتغل من الصبح طالع لحد العصر، ويمكن ساعة متأخرة من الليل هو على مود يحصل 1000 2003. زين هاي 2003 شو تسوي؟ يعني هسه ما أعرف، هم نحكي ونقول إنه يا ريت إنه البرلمان العراقي إنه ينتبه لهذا الجيل اللي ذا يدمر بسبب إنه المشاكل اللي موجودة بسبب الكراسي، ما أعرف، فيا ريت إنه ينتبهون فعلًا على الطفل العراقي، لأنه هذا ذول أجيال المستقبل. إحنا نشوف طفل ده يعاني بسبب 2000 و3000. أنت اليوم يا برلماني تقدر تطل ابنك 1000 2000؟ أكيد إنه ما راح يقبل، لا 10 ولا 20 ولا 100، جوز يعبر مصرفه. وسمعنا وشاهدنا بالمواسم الماضية وحتى عن طريق وسائل الإعلام إنه 30 مليون ما يكفيها اليوم 10 بالشهر، فشون ذول الأطفال والعوائل اللي 7 نفرات عايشة على 2000 و3000 دينار؟ نقول الله كريم. طيب نروح إلى من ضمن المقاطع الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، هذا المقطع ويانا اللي راح نشوفه سويا، اللي أثار ردة فعل كبيرة بين أطياف المجتمع العراقي. طائرة نشوفها هليكوبتر تحلق بمستوى منخفض جدا على جامعة المأمون في بغداد، تثير الرعب أكيد والاستفهام، ويعني إحنا نعرف إنه إحنا صايرين نخاف من إذا انغلق الباب. زين إذا انغلق الباب إحنا صايرين نخاف نفز. زين فما حال بأنه طلاب في جامعتهم مكانهم وحرم جامعة ويشوفون طائرة تنزل على مستوى منخفض جدا وتروح وتجي أكثر من مرة، اللي هي كما يقال في المقطع أو التعليقات أكثر من 5 مرات. كثير التعليقات، تعليقات إنه إحنا واصلين مرحلة من عدم اللا قانون وكل واحد بكيفه، لكن رغم هذا احنا نطالب من الجهات الأمنية تفسير للموضوع. احدى التعليقات يقال انه هي قضية أمنية وإجراءات أمنية المفروض الطلاب يعرفون بها، وعلى الأقل التدريسيين. احنا حتى لا يقولون انه احنا اخذنا كل التعليقات، ومن ضمنها من ضمن التعليقات انه هذا احد الطيار او من يجلس الطيار جاي يشوف احد الطالبات الموجودات في الكلية. ما صايرة في اي بلد ولن وما راح تصير وما تنعقل وما إلا في العراق. إحنا بلد حقيقة جاي نسجل رقم قياسي الأشياء الغريبة والعجيبة، قد تصنف ضمن الاستهتار، قد تصنف ما بقانون. يعني هسه المفروض هو رئيس الوزراء يطلع يقول هذا كارثة، هاي كارثة اختراق إلي، يعني هاي تمس شخصية، تمس القيادة العسكرية بأكملها. اليوم المفروض يطلعون يقولون شنو الموضوع؟ إحنا إذا هذا الموضوع بيستهتار وبي إنه واحد جاي يتفاخر وفرحان بالموضوع، المفروض اليوم ما تنام الحكومة العراقية وأكو يصير شيء ويطلع يعتذر يقول ما طلاب جايين بجامعتهم وأساتذة وطلبة وتجي تنزل على رؤوسهم هذه ليش؟
ليش احنا هالشكل واصلين هذه المرحله من الاستهتار؟ اذا كان الموضوع نتمنى انه قضيه امنيه، ورغم هذا احنا لازم انه الطلاب يكون عندهم علم او على الاقل الاساتذه حتى يبلغون طلابهم، احنا ما نقصن خوف وفزع. شنو هل احنا التعدي على حقوق الانسان؟ يا ناس يعني ترى احنا مره مرتين ثلاثه مرة يطلعون العشائر بموضوع العراضة وناس تقتل ناس وتروح ويروحون الناس، كافي موت، كافي استهتار، كافي تعدي على حدود الآخر. نتمنى من القيادة الأمنية، نتمنى من الجهة الرسمية، نتمنى من الجهة المعنية النظر للموضوع، ونتمنى نعرف الحقيقة وين حتى فهمها أيضا، لأن تعليقات أكثر من 300 تعليق حول هذا الموضوع. طبعا هذه بخطورة أيضا للطيار نفسه وأيضا الجنود اللي موجودين، لأن هذا طائرة تطير على ارتفاع منخفض، يعني احنا نشوف ان الوضع الامني في بغداد وفي كل المناطق هو متردي جدا يعني. فاذا احد الاشخاص اللي هم معروف انه طلع ورمى، يمكن اذا رمى بكلاشينكوف راح يسقط هاي الطياره، وهذا بالتالي اذا سقطت راح تخلي خسائر كثيره اكثر من الجبهات الحرب اللي نشاهدها بمقاطع فيديو ونشاهدها بالاخبار. فاريت انه يكون اكو رد لهذه المساله، واذا كان هذا الضابط اللي صار بتصرف شخصي فالمفروض انه وزاره الدفاع والقيادات العسكريه انه تحاسبه باسرع ما يكون، حتى انه ما تشوه سمعه الجيش العراقي اكثر واكثر. فاذا كان هذا الجيش او هذا الضابط مسيء فليحاسب باسرع وقت ممكن. طيب يعني نعم. يعني احنا اللي نتمنى حتى يعني ما نقصد احنا مشاكل اخرى، نتمنى ان يكون هناك رد لهذا الموضوع حتى نفهم القضيه، وايضا نعلنها لكل من علق حول القضيه واثارت استفهامه. هذا كل ما كان عندنا اليوم في المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام في مالنا. وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء.